علاش البنات كيبغيو اللحيه؟ هذا السؤال حير بزاف الناس، منهم علماء ومنهم اشخاص عاديين. في هذه الحلقه غادي نتعرفوا على الاجابه، ولكن قبل ما نبداو هذا الموضوع فراه كيبقى مجرد ذوق وحريه شخصيه ديال كل فرد في هذا المجتمع، والفرق المنطقي ما عمرنا غادي نلقاوه في مساله اللي كتعلق بالذوق، حيت الموضوع داخله فيه عوامل نفسيه ورواسب تاريخيه على مر الزمان، فما غاديش نجيو ونغيروا كل شيء في دقه واحده. خلينا نبداو ونعرفوا الاسباب العلميه والغير علميه علاش البنات كيبغيو اللحيه، وفي اخر هاد الاسباب غادي نقول لكم شنو هي هاد الدراسه العلميه. وطلبي الوحيد لكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بالمواضيع الغريبه القديمه. ونبداو باول سبب فاللي هو معروف، فاللحيه عند الرجال هي بمثابه المكياج عند البنات، حيت البنات اصلا كيديروا المكياج باش تغطي بعض العيوب اللي ما عجبهاش في الشكل ديالها وباش تبان بشكل انيق. كذلك اللحيه عند الدراري، فإلى الراجل كان شكله زوين ووسيم فاللحيه غتخليه يكون اكثر جاذبيه، وإلا كان كيشوف الشكل ديالو ناقص شي شويه او عنده عيوب عاديه في البشره ديالو فاللحيه غتقوم بمثابه مكياج ليه وتغطي ليه العيوب دوجهه. ثاني حاجه، اللحيه كتخليك تبان كبير في العمر ديالك، ولكن المقصود بهذه الكلمه هي الا كان وجهك كيبان بيبي فيس او ملامح وجهك طفوليه فاللحيه كتخليك تنتقل من مرحله الطفوله لمرحله الشباب والرجوله. وثاني سبب واللي هو كيبقى تاريخي وعميق ولا ارادي، ان كل صور وحفريات والرسومات على الانسان القديم او الانسان الاول انه كيتوفر على اللحيه. والحاجه الثانيه اللي مرتبطه بالعقول ديالنا وما غاديش نكروها، انه كيتوفر على بنيه جسمانيه قويه ومحارب قادر يحمي الأنثى اللي معاه، وأنه كيعرف يصيد ويوفر القوت اليومي ليه ولعائلته. المهم هاد الجوج حوايج اللي ذكرت مرتبطين ببعضياتهم، فطبيعي البنت تفكر لا إراديا أن الراجل اللي كيتوفر عليها الحياة أنه قوي وقادر يحميها، واخا هادشي ماشي حقيقي ولكن كيبقى انطباع أولي في الداخل ديالنا. ثالث معلومة، وهذه حاجة كتبقى منطقية وماشي مجرد انطباع، واللي هي البشره. فاللحيه كتلعب دور مهم في نقاء البشره ديال وجهك، حيت كثرت الحسانه كتهلك البشره وممكن تصاب بجروح الا كنتي زربان. فبمجرد الا كانت عندك غير حبوبه صغيره وحسنتي بطريقه غلطه فممكن تعادي لك وجهك كامل. واحد الحاجه مهمه، فاذا كانت عندك لحيه ومهلي فيها فهذا كيعطي عليك انطباع ومؤشر لا ارادي من خلال الطرف الاخر طبعا على انك انسان مهتم براسك وعندك القدره تعطي وقت باش تهتم بشي حاجه. فاكون اكيد الناس لا اراديا غتاخذ هادشي كمؤشر على ان اللي يقدر يهتم باللحيه ديالو عنده القدره انه يهتم باي حاجه اخرى. ومن هنا نجيو للدراسه العلميه. جوج باحثين في جامعه استراليا الاسم ديالهم روبرت بروكس وديكسون، هاد الجوج قرروا يديروا دراسه على التطور والسلوك الانساني، ولكن هاد التطور فاش في اللحيه طبعا. فبالتالي قرروا يجيبوا اربعة الانواع او اربعة درجات مختلفه من الطول ديال اللحيه في نفس الوجه، وهاد الصور عرضوهم على ناس مختلفين من ناحيه الاعمار والجنس، وسولوهم على اكثر صوره فيها جاذبيه. وبصراحه النساء تقريبا كاملين طارت الانتباه ديالهم وتلقائيا ولا اراديا الصوره ديال الوجه اللي عامر اللحيه. علاش؟ حيت بالنسبه ليهم كيعبر على الذكوره والقوه والصحه. واللينك ديال هاد الدراسه غتلقاوه في الديسكريبسيون، وماشي هي الوحيدة اللي كاينة، كاينة حتى دراسة أمريكية دارت مؤخرا في 2020، وباش نختصر عليكم داروا اختيارات قريبة من هذه وكانت النتيجة نفسها. وطبعا هادشي ما كيعنيش أن جميع النساء كيبغيو اللحية، فكاين اللي عندها فوبيا من اللحية وهذه من أغرب الفوبيات اللي كاينة في العالم. ونختموا بواحد المعلومة غريبة، في القرن 15 كانت اللحية رمز للمكانة الاجتماعية وكان شبه ممنوع على الناس العادية والنبلاء هما اللي من حقهم يربيوا اللحية. وفي بريطانيا فرض الملك هنري الثامن ضريبة على اللي كيخلي اللحية ديالو أكثر من جوج سيمانات، وماشي غير في بريطانيا راه حتى في روسيا سنة 1678 الإمبراطور بطرس الأكبر حتى هو فرض ضريبة على الناس اللي كتربي اللحية، حيث كانت كترمز للمكانة الاجتماعية وكانوا النبلاء بوحدهم اللي من حقهم يربيوا اللحية وكانوا كيخلصوا عليها ضريبة سنوية. وأخيرا إلى وصلتي حتى لهنا كنشكرك بزاف وكنجدد الشكر ديالي ليك إلى درتي أبوني ولايك للفيديو وتفعل الجرس، وهكا غتكون دعمتيني ونتلاقاو في موضوع جديد.